والله يا اخي لها عذاب الصبح له هذا بس لا لا بكره حشرناهم حشره الجندي بقع في وجهه هناك مصير شو رهين باكين انتم اجل يضرب مصيري سودا هيك علينا شو صار فيه فقعه في وجهه في وجهه فقعه الشباب كفية كفية اتلسموا ولا مالكم انا قلت لكم يا عمي تلحقوش ربه غاد يلا بده يشتغل طيب بده يشتغل يلا بيشتغل هذا مش مسوي يلا بعينك الله حبيبي يلا يلا مبينة صح اسال هذه كيف تكتبك يا في الانجليزي هذا مشهور يلا اوكي These five soldiers who are now trapped behind the barrels have come to save the first five soldiers who are trapped on the roof of the house inside the village. So there's five soldiers here facing 30 Shabab and the soldiers in the house there. I'll show you. Beit Filistini. جيش